بس بس المفروض هو ده اللوكيشن، هو ده البيت. فين هم؟ هو ده. يا هلا الله، الناس اللي هنا يا ابو جمعه. يا ناس اهلي اهلي بوي يا حبيبي، يا بوي يا حبيبي، يا بوي ابوي شبهي شبهي حبيبي، يا بوي حبيبي اخويا الكبير شبهي برضك اخويا الكبير حبيبي حبيبي توحشتك جوا اخوي حبيبي اخويا الصغير شبهي شبهي يا انت شبهي شبهي يا شبهي شبهي شبه بعض شبهي حبيبي حبيبي شكلك شكلك ضيف لانك مش شبهنا مش شبهنا اهلي وحشني وحشني هما اهلي مش بيحبوني ولا ايه؟ هو انت كنت مزعل لهم في حاجه؟ مش عارف ده شكلهم ما صدقوا خلصوا منه باينه في وشوشهم ايه والله ثانيه واحده هو انت ازاي سعيدي واهلك ساكنين في البدرشين؟ مش ملاحظ حاجه؟ صح حاجه ابو جمعه لو انت مش عاوز احنا ممكن عادي ناخده ونمشي يعني احنا تمام يا ملك ما يلا بينا ولا نبعت نجيب جلاليب احسن ونعيش معاهم 7-8 سنين هنا يلا نسيبه ونجري خلاص ماشي بقول لك احنا هنمشي لو عوزت اي حاجه ابقى كلمني على طول استني بس لو هتهملوني الحالي معاهم بقول لك ايه ما ينفعش نسيبه ده شكلهم غريب قوي كان عندي حق ده مش طايقينه ممكن عايزين يرموه في اقرب ترع جنبهم كويس قوي ان احنا شلناه الفتره دي كلها قرار جلدنا مش واجب برضه ترحبوا بابنكم ولا انتوا واخدينه تخلص حق ده انتوا حتى الزير ناشف انت بتزعج ليه؟ بتزعج ليه؟ بتزعج لابوي؟ انت اتجننت هم قالوا هيقتلوني ولا حاجه؟ داروا العربيه ورا الدار وكتفوهم لي كلهم ابوي لا لا يلا لا لا يا ابوي لا لا انت بقول لك انت بتعمل ايه والله العظيم لا لا ايه ياكش حد يمس طب هقول